تعالي يا منار، اتفضلي استريحي. منار ابراهيم الوكيل. لا عزة سلطان الأباري. المحضر اللي قدامي باسم منار ابراهيم الوكيل. ومن ساعتك عايز تعرف الحقيقة. أنا هقول لك على كل حاجة. هو خلاص ما بقاش في حاجة يتبكي عليها. سيبنا اتكلم. يمكن ربنا يغفر لي كل اللي عملته. مع إن اللي عملته ده كان غصب عني. واضح إن الحكاية كبيرة. ماشي يا عزة، اتفضلي. أنا سامحك. أنا هبدأ الحكاية من الأول. السلطان الأباري أبويا تاجر المخدرات وحمو الرحماني الصبي بتاعه اللي دمر حياتي ووصلني اللي أنا فيه دلوقتي. أنت مال أهلك بصفوان؟ يكونش من بقية أهلك؟ محروق عليك كده ليه؟ ما يولع بجاز وسخ ولا يروح في 60 مصيبه. ازاي بس يا كبير؟ امال احنا هنشتغلوا مع مين؟ ومين هيمولنا بالمصالح؟ هو انا ما قلتلكوش ما عادش في مصالح ولا شغل. خلاص نشفت. يبقى اللي انا حسبته لقيته وانت ناوي على توبه. ولا هو مين اللي قال لك على موضوع صفوان وخلاك تنزل من اسكندريه؟ الحنايم مش كده؟ والنبي الحنايم متروس قسى ومش ناقص واللي فيه مكفيه، سيبني في حال الله لا يسيئك. وانا حلت امك لما بق معاك ببقين تجري زي العيال الصغيره وترجعهم في حجره؟ هو مين المعلم بتاعك يا؟ اني ولا هو؟ وفي حد معلم علينا غيرك يا ابو اشرف؟ مين اللي حينك كل اسبوع ويديك الاجره يا؟ ده انا ولا هو؟ جيبك يا معلم. مين اللي من غير ياض ما تساويش تلات ابيض؟ هو في حد مفخفخنا غيرك يا ابو اشرف؟ طب افرض انا مفتح بقى، انا كنت عامل لك اختبار كده امتحان يعني. عايز اشوف راجل ولا لا مؤاخذه؟ واديك سقطت في الامتحان. اضرب اضرب يا معلم عشان نتعلم. سيبك من ميدو ابو اشرف وركز معايا. صفوان بيه لو عرف حوار ان انت خليت عزه تروح تقر عليه في النيابه مش هيحلك ومش هيحصل لك طيب. مين ده اللي مش هيحصل له طيب يا مين؟ يما وانا خرع ولا خواف زيك؟ ده حمو الرحمن. انا خايف عليك يا معلم، ده راجل شراني ما يعرفش ابوه. لعلمك منك ليه؟ صفوان بيه خلاص كت بره البلد. يا نهار اسود. ومش هيرجع تاني هنا. ازاي؟ واحنا هنعيشه ازاي؟ هنعيشه زي ما كل الناس عايشه. لا انا رستقت حالي على الوضع الجديد. معلش حلت امك، هترجع للوضع القديم تاني، مفيش مشكله يعني. انا كحمو الرحماني خلاص الحمد لله اكتفيت. اكتفيت ورضيت نفسك بعد ما كلبشت البت عزه ووديتها في حديد؟ تعرف تتليها على عينك وتحط جزمه قديمه في حنكك؟ ما اسمعش صوتك. هات التليفون. دول الجماعه بيتصلوا عليك، اتفضل. عايز ايه؟ الحقني يا حمو، البوليس هنا ومشقلب البيت كله وبيسأل عليك يا اخويا. بتدور علي ليه؟ مش عارفه. اوعي كل البنت وارده عكت في الكلام. بينها كده.